طيب، مساء الخير واهلا بحضراتكم. احنا المحاضرة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم على الـ Discrete Fourier Transform، واتفقنا مع بعض ان الفوكس في الشابتر دوت هو How to Compute الـ Fourier Analysis Numerically على Embedded System، على Numerical Environment زي الماتلاب او بايثون او whatever Computational Tool. فهنا الفوكس هو الـ Computational Fourier Analysis. سألنا سؤال على الأربعة ترانسفورم اللي عارفينهم: Continuous Time Fourier Transform، Continuous Time Fourier Series، Discrete Time Fourier Transform، Discrete Time Fourier Series. والسؤال كان: Can we do exact computation؟ كانت الإجابة لأ بالتلات أنواع اللي تحت. النوع الوحيد اللي كان ينفع to be computed exactly هو ال DTFS، لأن هو finite summation في ال inverse وفي ال transform العادي، و التايم ديسكريت واسمه ان، والفريكوينسي ديسكريت واسمها كي. بناء على الدسكشن دي قلنا الدي اف تي الديسكريت فورير ترانسفورم هو مبني على الدي تي اف اس، والمعادله بتاعته شبهه جدا، الفرق بس ان الواحد على ان دي ودوها الناحيه الثانيه. بعد كده اتناقشنا ان الكونتينوس تايم فورير ترانسفورم والكونتينوس تايم فورير سيريس والدي تي اف تي كان بي كومبيوتد ابروكسيمتلي باستخدام شوية approximations. أول حاجة، لو عندي أي continuous variable هعمله sampling، لو عندي time t هضطر أقلبه n ts، وال sampling اللي في ال time عمل periodicity في ال frequency. similarly ال frequency ال continuous variable frequency دي هعمل لها sampling في ال frequency، فيطلع periodicity في ال time. وكانت دي discussion بتاعتنا إن أصل ال signal continuous time signal اللي فوق ديت وال spectrum بتاعها x continuous في j omega، عملنا sampling في التايم للسبيكترم قلب periodic، عملنا sampling في الفريكوانسي التايم قلب periodic. فبقى ال DFT بتاعنا بيتعامل مع signal في التايم discrete و periodic وفي الفريكوانسي discrete و periodic. لكن زي ما اتناقشنا المرة اللي فاتت ان الفوكس بتاعنا هيبقى ان احنا هن apply المعادلات على 1 cycle من صفر لحد n ناقص واحد، وكمان في ال frequency domain هناخد ال k من صفر لحد n ناقص واحد. واتفقنا لان هي دي الفاندمنتال سايكل اللي فيها المعلومات كلها، وبقيه السايكلز هي عباره عن تكرار. فهنا ال n هتبقى من صفر لحد n ناقص واحد، وال k كمان من صفر لحد n ناقص واحد، وده كان ظاهر معانا المره اللي فاتت في الديفينيشن بتاع ال DFT وال inverse DFT. بعد كده اتناقشنا على فكره الويندوينج اللي احنا سالناها من شويه. انا هاخد ويندو في التايم او سيجمنت في التايم دي اللي هتعامل معاها من صفر لحد ان ناقص واحد. طيب، وبعد كده بقى نحط الديفينيشن بتاع الدي اف تي والانفرس دي اف تي اللي هما الاثنين دول. ان انا لو عندي سيجنال اكس اوف ان وعايز اجيب لها الدي اف تي كوفيشنت اكس اوف كي، هي هتبقى سميشن من صفر لحد ان ناقص واحد، يعني على الويندو بتاعتنا، وحاضر في W N و K N. ال W دي اللي هي E أس ناقص J 2 باي على N اللي بيسموها التويدل فاكتور، ومعادلة ال inverse 1 على N summation على K X K في W N أس ناقص K. وعملنا example لطيف أول مرة اللي فاتت، كان عندنا impulse موجودة عند اللحظة صفر، جبنا لها مرة DTFT فطلع ال spectrum بتاعها continuous ثابت كده اسمه واحد، وجبنا ال DFT طلع السبيكترم ديسكريت، واخدنا بالنا ان السبيكترم بتاع ال DFT هو sort of sampling في الفريكوانسي دومين لل DTFT. فبقى هنا بقى في established relationship كده في اذهاننا ان اللي بيطلع في ال X of K هو sort of sampling لل DTFT. طبعا هنا في windowing effect اللي هو اتكلمنا عنه موضوع الconvolution ما ظهرش هنا عشان السامبلز كلها بصفار اللي في التايم دومين. وده كان اخر اكزامبل عملناه المره اللي فاتت. ده كده ملخص سريع اللي احنا عملناه. اخر حته في الاكزامبل دوت كان لما عملنا انفرس ترانسفورم. لما عملنا انفرس ترانسفورم طلعت الاكس اوف ان ريكونستراكتد واحد عند ان بصفر وبلس ماينس ان وبلس ماينس 2 ان، فطلع فيه بيريوديسيتي طلعت اسمها اكس تيلدا اوف ان، على الرغم من ان السيجنال اللي بدانا بيها ما كانتش بيريوديك ولا حاجه. فهنا الفكرة ان احنا زي ما اتناقشنا المرة اللي فاتت، لو انا عندي سيكونس عملت له دي اف تي وانفرس دي اف تي، المعادلات بتاعت الدي اف تي والانفرس دي اف تي هتشوف السيكونس ده بيتكرر، فهي هتشوفه اكس تلدا لكن هو اصله اكس اوف ان، يبقى اللي فوق دوت هو اكس اوف ان
اللي مش بيتكرر ولا حاجه، لكن لما عدى على التشين بتاعت الدي اف تي والاي دي اف تي، عدى على المعادلات بتاعتهم، اللي طلع معانا ان المعادلات شايفه الدي اف تي شايف اكس تلدا اللي هي بتتكرر مع التايم. وهنا يبان ان البريوديسيتي هي جزء اساسي في الديسكريت فورير ترانسفورم والانفرس ديسكريت فورير ترانسفورم، زي ما هيبان كمان شويه واحنا بنطبق البروبرتيز. مش هعرف اطبق ولا بروبرتي في الدي اف تي من غير ما اخد البريوديسيتي في اعتباري. طيب ده كده ملخص سريع جدا للي قلناه المره اللي فاتت. حد عنده اي اسئله في الجزء دوت؟ ممتاز. طيب التوبيك اللي بعد كده اللي هو الماتريكس فورميوليشن للدي اف تي. احنا عايزين اكسبرس الديسكريت فورير ترانسفورم كومبيوتيشن في شكل ماتريكس. خلينا نشوف ممكن نمشي الحكايه دي ازاي. لو عندنا اكس اوف ان وعايزين نجيب اكس اوف كي اللي هم الدي اف تي كوفيشنتس، فهي دي المعادله بتاعتنا. خلينا كده ناخدها على جنب ونحاول نشوف هاو تو جيت الماتريكس فورميوليشن ده. طيب فخلينا نشوف كده المعادلة دي الأول. المعادلة دي لو فكناها هتبقى x of 0، هنحط n بصفر، يبقى x of 0 في wn أس k في صفر زائد، نحط ال time n ب 1 يبقى x of 1 wn أس k في 1 زائد x of 2 wn أس k في 2 زائد لحد آخر element خالص هو x of n capital minus 1 اللي هو آخر sample في الويندو بتاعتنا wn أس k في n ناقص 1. تمام كده يا شباب، ده كده اخر element عندنا. ممتاز. طيب فالمعادله دي بتقول لنا اكس اوف كي بكام؟ طيب هي الكي بتاخد الفاليوز من فين لفين؟ من صفر لحد ان ناقص واحد. فات سيمز لايك ان المعادله دي انا محتاج احسبها عند كي بصفر وكي بواحد وكي باتنين لحد k n minus 1. طيب خلينا نكتب عند k بصفر. عند k بصفر يبقى x of 0 بتساوي كام؟ بتساوي الأول sample في ال time domain وال sample الثانية وال sample الثالثة وهكذا لحد n minus 1 مضروبين في شوية w coefficients. دول نقدر نكتبهم في شكل matrix. ازاي؟ أنا هعمل كده column vector هكتب فيه ال x of 0 x of 1 x of 2 لحد اخر element x of n capital minus 1. ال column vector ده هتلاقيه n capital by 1 لان هي الويندو بتاعتنا فيها n capital samples من صفر لحد n ناقص 1. طيب فلو هنا بقى عملنا صف كده رو فيكتور هتلاقي x capital of 0 بتساوي اول element عندنا اللي هيتضرب في x 0 هو w n to the power k في 0 والk بتاعتنا بكام؟ ب 0 يبقى هيبقى 0 في 0. طيب الاليمنت التاني هيبقى w n بس k في 1 الكي بتاعتنا بصفر يبقى هنا صفر في 1 وانا محافظ على الترتيب k في n عشان بس يبقى الايه اللي نقدر نobserve المعادلات. الاليمنت x 2 هيتضرب في w n اس k في 2 الكي بصفر يبقى صفر في 2 لحد اخر اليمنت عندنا خالص اللي هو هيبقى كام يا شباب؟ هيبقى w n أس k في n minus 1 يعني أس صفر في n minus 1.
فإذا لو أنا خدت الرو فيكتور ده المكتوب بالأحمر اتضرب في الكولوم فيكتور ده هيدينا أول إيليمنت، يبقى إذا x of 0 هتتضرب في wn أس 0 في 0، x of 1 هتتضرب في wn أس 0 1، x of 2 في wn أس 0 2 لحد xn minus 1 في wn أس 0 في n minus 1، كلهم هيتجمعوا ويدونا x of 0. هل الخطوة دي واضحة ولا فيها مشكلة يا شباب؟ تمام، اعتبر ان الصمت معناه ان الخطوة واضحة، لو في اسئلة قولوا. طيب I can do the same for cube 1، لو cube 1 يبقى x capital of 1 بتساوي هي نفس المعادلة اللي فوق، ال x 0 بس هتتضرب في كام؟ wn اس 1 في 0، وال x 1 هتتضرب في wn اس 1 في 1، وال x 2 هتتضرب في wn اس 1 في 2، وهكذا لحد اخر element، هيبقى wn اس الكيب 1 يبقى 1 في n ناقص 1. يبقى لو ضربنا الصف اللي بالاسود ده في الكولومن فيكتور ده هيدينا x1. Similarly لو عايزين نجيب عند الكيب 2، حد بقى يساعدني، يبقى x capital of 2 تبقى عامله ازاي؟ هيبقى الاليمنت هنا اسمه ايه؟ wn اس كام؟ k في 0، يبقى 2 في 0 مش كده؟ والاليمنت اللي جنبيه هيبقى wn اس k في 1، يبقى 2 في 1، الاليمنت اللي وراه هيبقى wn اس k في 2، 2 في 2، لحد اخر اليمنت هيبقى wn اس 2 في n minus 1. كويس، لاحظ ان العمود الاولاني ال n بتاعته بكام؟ انا محافظ على الترتيب، هي دايما k في n، يعني ده 0 في 0 يبقى دي k ودي n، 1 في 0 الكيب 1 وال n بصفر، العمود الثاني 2 في 0 اللي هي الكي ب2 والان بصفر، فالعمود ده يخص ان بصفر، والعمود اللي جنبه يخص ان بواحد، والعمود اللي جنبه يخص ان ب2، لحد العمود الاخير يخص ان بتساوي ان كابيتال ماينس 1، والصف الاولاني اللي بالاحمر ده يخص كي بصفر، والصف اللي بالاسود ده يخص كي ب1، والصف اللي بالاخضر ده يخص كي ب2. فواضح ان اي element موجود في الماتريكس بتاعتنا هو wn اس kn، هنا انت في الصف بتاع k ب2 والعمود بتاع n ب1، يبقى wn اس 2 في 1، انت هنا في الصف بتاع k ب1 والعمود n بتساوي n capital minus 1، يبقى wn اس 1 في n minus 1. يبقى اذا نقدر بقى نكتب الماتريكس دي بمنتهى السهوله، يبقى لو عندنا عند الاليمنت عند كيب n minus 1 يبقى x capital of n minus 1 بتساوي كام بقى؟ هنا هيبقى عندنا wn اس k اللي هي n minus 1 مضروبه في ال n بتاعتنا هنا ب 0 لحد اخر اليمنت، هيبقى wn اس n minus 1 في n minus 1. طيب هل كده البنى بتاع الماتريكس دي واضح ولا في مشكلة؟ تمام. ممتاز، لو خدنا بالنا الصف الأولاني هتلاقيه كله أس صفر مش كده؟ الصف الأولاني كله WN أس صفر اللي هي بكام؟ واحد، الصف الأولاني ده كله ونز. كمان لو بصيت على الكولوم من الأولاني رقم واحد برضو هيبقى كله بوانز برضو، ان هو W N أس صفر كله. يبقى إذا لما تبص كده معايا هتلاقي إن الصف الأولاني كله وانز، والعمود الأولاني برضو كله وانز. طيب وخلينا نأوبزرف الآتي، نأوبزرف إن زي ما قلت كده العمود الأولاني ده يخص إن بكام يا شباب؟ زيرو، n بزيرو، والعمود اللي وراه يخص n بوان، والعمود اللي وراه يخص n باتنين،
لحد آخر عمود يخص N بN كابيتال ماينس 1، والصف الأولاني يخص K بصفر، والصف التاني يخص K بون، لحد آخر صف يخص K بتساوي N كابيتال ماينس 1. لما تعمل كده you can very easily build the matrix. يعني الإلمنت ده موجود في الصف بتاع K باتنين وN باتنين، يبقى WN أس 2 في 2 يطلع WN أس 4. الإلمنت ده لو موجود في الصف بتاع K باتنين والعمود N ماينس 1 يبقى WN أس 2 N ماينس 1. فكده الماتريكس دي احنا نقدر نبنيها بسهوله، لان وارد في الامتحان تيجي تحل سؤال فتحتاج تحسب الدي اف تي، بدل ما تضطر تعمل السمشن اللي فوق ممكن تحطه في شكل الماتريكس. واضح ان الماتريكس دي ان باي ان، يعني الكولوم فيكتور دوت اللي فيه التايم دومين سيجنال، يعني هنا اللي في الكولوم فيكتور ده مين؟ ده التايم دومين سيجنال، ده التايم دومين سيجنال. هي x of n، واللي هيطلع الناحية التانية دوت ده الفريكونسي دومين هو x of k. فدايما هنستخدم الأبر كيس x عشان الفريكونسي دومين، اللور كيس x عشان التايم دومين. فدي n by 1، والكولوم فيكتور اللي طالع في الأوتبوت برضه n by 1. احنا اتفقنا إن في الديفينيشن بتاع الـ DFT طول التايم دومين سيجنال بيجو من صفر لحد n كابيتال ماينس 1، وكمان طول الأوتبوت او الاوتبوت سيكونس اللي هو في فريكوانسي دومين، او مش اوتبوت اللي هو فريكوانسي دومين، يعني هيبقى برضه n by 1. طيب ويبقى الماتريكس اللي في النص ديت اسمها n by n، ودي اسمها الدي اف تي ماتريكس، ودي الماتريكس فورموليشن للدي اف تي. يبقى اكس كابيتال بتساوي دبليو كابيتال في اكس سمول. يوجوالي في الامتحان هنكتب هنا كاتب بولد فيس، فالبولد فيس معناها ان هي فيكتور. انا بحب النوتيشن عشان احنا طبعا في الامتحان مش هينفع نكتب بولد فيس في الامتحان، هكتب اكس كابيتال اندرسكور، اندرسكور معناها ان هي ماتريكس، يعني بتساوي دبليو اندرسكور في اكس اندرسكور. فالاندرسكور بس تقول لنا ان دي ايه، ماتريكس او فيكتور يعني. طيب فاذا نقدر نبني الماتريكس دي بمنتهى السهوله. طيب اوبزرفيشن ثانيه، لاحظ كده ان الصف الاولاني زي ما قلنا هو العمود الاولاني. لو بصينا على الصف الثاني هتلاقيه هو العمود الاول الثاني، يعني بص كده 1 WN اس 1 WN اس 2 لحد WN اس n ناقص 1، العمود الاولاني نفس الحكايه 1 WN اس 1 WN اس 2 لحد WN اس n ناقص 1. لو بصيت على الصف الثالث هتلاقيه هو العمود الثالث. فالماتريكس W دي يسموها symmetrical matrix. يعني ايه symmetrical matrix؟ يعني لو اخدنا W transpose يطلع هو W. كويس، يبقى الماتريكس W اللي هي الـ DFT matrix دي symmetric matrix. يعني ايه symmetric matrix؟ يعني W بتساوي W transpose. هل الديسكشن واضحة so far ولا في حاجة مش واضحة؟ تمام. يبقى اذا لما نيجي نحسب الدي اف تي وارد ان في بعض الاحيان يبقى الاسهل ان انا اعمل ايه، اعمل الماتريكس فورم دي. طيب يبقى اذا الماتريكس فورم دي بتقول ان الاكس كي اللي هو الاكس كابيتال بتساوي دبليو في اكس سمول. طيب لو انا عايز اعمل الانفرس، يعني عايز اجيب اكس سمول، يبقى هضرب من الشمال في دبليو انفرس. طيب في مالتبلاي من الشمال في دبليو انفرس، هيبقى W inverse of X تدي لك X small. دي كده معادلة inverse transform. طبعا المعادلة دي very inefficient، لأن هي أنت عشان تحسب inverse بتاع matrix دي مقاسات كبيرة أوي numerically بالذات، فدي مش أحسن طريقة إنك تحسب بيها ال inverse Fourier transform inverse DFT. ف one way to go إن احنا نمسك المعادلة اللي شبه دي، نمسك معادلة X of N اللي هي المعادلة دي، ونعمل فيها نفس الكلام، نحاول نجيب لها matrix formulation. هتلاقي بيزيد عليك واحد على n ما كانش موجود فوق، وغالبا هتلاقي الماتريكس اللي احنا اتبنت هنا ب WN اس KN هنا تبقى WN اس ناقص KN. طب ناقص KN دي تعمل ايه؟ لما يبقى ال WN جالها اشارة في الباور اكنك خدت ايه؟
الكونجوجيت صح كده؟ يعني انت لو خدت دبليو ان كونجوجيت هتبقى اي اس زائد جي 2 باي على ان. يعني المفروض ان انا لو خدت كونجوجيت لدوت الكونجوجيت معناه ان انا هغير اشاره الكومبلكس الايماجينري بارت، يبقى دبليو ان كونجوجيت هي اي اس زائد جي 2 باي على ان. فلو احنا خدنا المعادله اللي تحت دي هنعملها نفس المعادله، نفس معامله المعادله اللي فوق نكتبها بشكل ماتريكس فورم. فالمعادله دي وصلتنا ان اكس كابيتال بتساوي ماتريكس اسمها دبليو مضروب في اكس سمول. المعادله دي لو عملناها توصلنا لاي حد يساعدني كده، يبقى الناحيه دي اكس سمول بتساوي كام؟ مبدئيا في الكونستنت واحد على ان، الاكس كابيتال هنا مكان اكس سمول اللي فوق، يبقى هيطلع اكس كابيتال الناحيه دي، وغالبا هيطلع نفس الارينجمنت بتاعت الدبليو، هي بالظبط دبليو بس بدل الدبليو ان هتبقى اسمها دبليو ان والس ناقص واحد، دي هي دبليو كونجوجيت يعني، فدي هتطلع هي الدبليو كونجوجيت. فده وي كان دو ات ذس واي، نمسك المعادله دي ونمشي وراها. تمام، فلو عملنا كده نعرف نجيب معادله الانفرس من غير ما نضطر نعمل دبليو انفرس. يعني في الحقيقة احنا we can easily write this as 1 over n EW conjugate EX capital. ده لو استخدمنا المعادلة على طول. ومن هنا نقدر نستنتج استنتاج مهم قوي، ان ال inverse بتاع matrix W هو 1 على n EW conjugate. الـ inverse بتاع الـ matrix W هو 1 على n في W conjugate. وتاني حسبة الـ inverse في حد ذاتها حسبة مش لطيفة، مش من وجهة نظر الـ computation صعبة قوي، خصوصا لو الـ matrix كبيرة يعني. طيب الجزء دوت كان بيتكلم عن الـ orthogonality، وبيستخدم الـ orthogonality عشان يثبت المعادلة دي ويطلع المعادلة اللي فوق. احنا وقتنا مضيق شويتين فا I will skip this part. هايلايت بس ان الكونكلوجن الاخير اللي بيقول ان الكولومز بتوع ال DFT matrix are mutually orthogonal to each other. الكولومز بتوع ال DFT matrix mutually orthogonal يعني ايه؟ يعني لو اخدت الكولوم الاولاني والكولوم الثاني وخدت لهم inner product يطلع بصفر، لو خدت الكولوم الاولاني والثالث يدوا لك برضه صفر، لو خدت الكولوم الرابع والسادس وخدت لهم inner product يديك صفر. الاثبات بتاعها امره سهل لكن وقتنا مش هيسمح قوي. Similarly rules ان هي symmetric matrix، فبما ان W symmetric matrix يبقى هنا اقدر اقول ان نفس الكلام ينطبق على rules، يعني لان كمان rules بتاعتنا هتبقى mutually orthogonal. Also rules of DFT matrix are mutually orthogonal. دكتور ممكن سؤال؟ تفضل. ممكن حتة ال W inverse تساوي 1 over N W conjugate دي أنا ما فهمتهاش. طيب هل المعادلة اللي فوق دي نعرف جت منين ولا أقولها تاني؟ المعادلة اللي هي 1 على N W conjugate في X. لا دي ما فهمتهاش، من أول دي. كويس، حلو أوي. طيب مش أنا عندي ال definition بتاع ال discrete Fourier transform وال inverse discrete Fourier transform هما الاتنين دول مش كده؟ مظبوط. ممتاز، خلينا نعمل الآتي. يبقى أنا دلوقتي دول هما الاتنين definition بتوعنا، فاحنا لما اشتغلنا على المعادلة اللي فوق وفكناها، فكنا x of k، كتبنا السميشن بالتفصيل وقعدنا نعوض عند k بصفر وk بواحد وk باتنين، طلعت معانا حاجة عاملة كده، q
كولوم فيكتور اسمه اكس كابيتال، ده كان مستخبي جواه اكس كابيتال اوف 0 واكس كابيتال اوف 1 لحد اكس كابيتال اوف ان ماينس 1 بتساوي ماتريكس اسمها دبليو مبنيه من دبليو ان والسي كي ان. يعني اتفقنا ان الماتريكس بتاعتنا هي دبليو ان والسي كي ان، حسب الرو والكولوم بكام هحسب الكي والان، مضروبه في اكس سمول اللي هي كولوم فيكتور في السامبلز اللي في الطرف، صح كده؟ يبقى الاكس سمول دي اتحطت في الكولوم فيكتور ده، والاكس كابيتال دي اتحطت في الكولوم فيكتور ده، والماتريكس اللي اسمها W اتمنت مليناها باستخدام الايه ال WN والسي كي ان، وعملنا ده بالتفصيل. هل الخطوة دي واضحة ولا فيها مشكلة؟ تمام، دي واضحة. ممتاز. طيب can we do the same في المعادلة اللي تحت؟ ما نقدرش، ما هي برضه summation، بس الفرق ان اللي جوه السميشن x capital of k واللي بره السميشن هنا النتيجة x small of n، مش كده؟ تمام. والفرق التاني ان بدل ما الكوفيشنت اللي اسمه w n اس k n بنينا ليه الماتريكس، حابني الماتريكس بايه؟ ب w n اس ايه؟ ناقص k n، صح كده؟ تمام. كويس، ساعدني بقى. يبقى ال x small of n تطلع فين هنا؟ فيكتور اسمه x small اللي هو فيه التايم دومين سيجنال يساوي كام؟ كده هيساوي W inverse أو one الأول over في n. واحد على n، مش كده؟ دي أول حاجة. الحاجة التانية ال x capital هتطلع فين؟ ال x capital هتبقى مضروبة في الناحية التانية، هتبقى كل من فيكتور الناحية دي. طيب والماتريكس اللي في النص هتبقى شبه ال W ولا هتختلف عنها في حاجة؟ أعتقد هتبقى شبهها. لا يعني شبهها بس في فرق صغير. ايه الفرق الصغير؟ انا هنا لما بنيت الماتريكس W كنت بحط WN والسي كي ان، مش كده؟ وكيب صفر، كيب تمام. واحد، كيب اتنين. هنا بقى بحط W اس ان اس كام؟ نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 اللي هي الكونجيجيت يعني، مش كده؟ فانت لو اخدت كونجيجيت للماتريكس W هيديك الماتريكس اللي هنا دي. تمام. هل كده واضحة شوية؟ فهمت. بناء على كده يبقى اذا بما ان الاكس سمول هي دبليو انفرس في اكس كابيتال، واحنا استنتجنا دلوقتي ان هي واحد على ان دبليو كونجوجيت في اكس كابيتال، يبقى اذا الدبليو انفرس هي مين؟ هي واحد على ان دبليو كونجوجيت. واضحه كده؟ تمام، اشكر لحضرتك. ممتاز. في هنا الاثبات ده برضو، يعني السلايد اللي انا شطبتها ديت هتعمل نفس الحكايه باستخدام الاورثوغونال، بس وقتنا مش هيسمح. فالكولومز والروز بتوع الدي اف تي ماتريكس اللي هي الدبليو، يعني مين هي الدي اف تي ماتريكس؟ اللي هي الدبليو، ار ميوتشوالي اكسكلوسيف، ميوتشوالي اورثوغونال، وكمان الروز ميوتشوالي اورثوغونال. ومن هنا نقدر نوصل للكونكلوجن اللي وصلنا له، ان واحد على ان دبليو هيرميتيان هو دبليو انفرس، وما ان الدبليو سيمتريك. هو ايه الهيرميتيان ده؟ ايه دبليو هيرميتيان دي يا شباب؟ حد يعرف؟ الهيرميتيان اللي هو الكومبلكس كونجيجيت ترانسبوز. يبقى لما تشوف كلمة هيرميتيان مقصود بيها ان انا اخد الماتريكس اعمل فيها حاجتين، اعمل لها كومبلكس كونجكت واعمل لها ترانسبوز. فبما ان الماتريكس بتاعتنا سيمتريك، بما ان ال W is a symmetrical matrix، يبقى W ترانسبوز هي W. يبقى اذا هتوصل للمعادلة النهائية اللي احنا جبناها من شوية اللي هي W inverse يساوي واحد على N في W conjugate. ملخص الجزء دوت ان if you want to get ال inverse DFT ال x small هيبقى هو واحد على n W conjugate في x capital. طيب هل ال discussion دي واضحة ولا في حاجة غامضة؟ تمام يا دكتور. ممتاز. طيب we can
look at الايكويشن ديت اللي هي x بتساوي 1 على n summation xk، ان احنا بنديكومبوز السيجنال x into an orthogonal basis specified by the columns of the DFT matrix. ايه الجملة العجيبة دي؟ خلينا نحاول نفهمها كده سريعا. المعادلة دي اللي هي بتقول x small بتساوي 1 على n w conjugate x capital، ممكن نكتبها كده. يبقى ال x small اللي هي ال x of 0 x small of 1 لحد x small of n capital minus 1 بتساوي 1 على n في ال w conjugate. فأنا هسمي، يعني لو افترضنا ان الماتريكس اللي اسمها w الأصلية، ماتريكس w الأصلية، خلينا نسمي العمود الأولاني اللي فيها w0 والعمود اللي جنبه هنسميه مثلا W1 لحد آخر عمود خالص ممكن نسميه Wn-1. فلما اكتب W conjugate يبقى انا هاخد العمود الاولاني هخليه W0 conjugate، وهخلي العمود التاني يبقى W1 conjugate. لحد اخر element اخر عمود عندنا يبقى w n minus 1 conjugate. واحنا اتفقنا ان الكولومز دول مش هيبقوا orthogonal على بعض، مش كده؟ اتفقنا ان الكولومز دول orthogonal على بعض، وهنا ده الكلام ده هيتضرب في x capital of 0 x capital of 1 لحد x capital of n minus 1. دي كده المعادلة اللي مكتوبة فوق. هل واضحة ولا فيها حاجة مش مظبوطة؟ تمام. ده نفس اللي احنا عملناه قبل كده. ايه يا باشمهندس؟ ده نفس اللي عملناه قبل كده. بس اللي احنا عملناه قبل كده كان المعادلة كانت x capital بتساوي W في X small. دي معادلة الانفرس يعني اللي احنا عملناها قبل كده كان ده. والمعادلة المكتوبة تحت دي اللي هي معادلة دي معادلة الانفرس، يبقى ده كده انفرس DFT، واللي فوق ده ال DFT. تمام؟ تمام يا دكتور. ممتاز. طيب المعادلة دي ممكن نفهمها كالآتي، يعني برضو ركزوا معايا هنا عشان حتى دي بتلخبط شوية. يبقى إذا الـ x small اللي هو الـ vector ده كله على بعضه بيساوي 1 على n ده constant في، بص كده معايا، هو أنا لما أجي أعمل الـ matrix دي أضربها في الـ column vector ده إيه اللي يحصل؟ هضرب الصف الأولاني مش كده؟ في العمود الأولاني صح؟ بعد كده هضرب الصف الثاني في العمود ده، بعد كده الصف الثالث في العمود ده. طيب ال x of 0 دايما بتتضرب في انهي عمود؟ يعني دايما اول element هنا هيتضرب في x 0 مش كده، والelement الثاني ده هيتضرب في x 1. يبقى دايما الelement بتاع x 0 ده هيتضرب من هنا، خلينا نسميه مثلث احسن ولا حاجه. يبقى الاليمنت اللي هنا ده هيتضرب في x0 مش كده، والاليمنت ده هيتضرب في x1 لحد اخر اليمنت هنا ده هيتضرب في xn ناقص، بس مستخدم مثلث وصح ودايرة عشان بس يبقى الفيجوالي سهله يعني. بعد كده لما اجي اخد الصف الثاني برضه الترم الاليمنت ده هيتضرب في مين؟ في x0 برضه، وده هيتضرب في x1، وده هيتضرب في x n minus 1. فواضح ان x of 0 هتتضرب في العمود الاولاني مش كده؟ يبقى اذا اقدر اكتب ان ده بيساوي x capital of 0 مضروب في العمود الاولاني.
العمود التاني هيتضرب في ايه؟ في x of 1 مش كده؟ لان دايما العمود الاليمنت اللي في العمود ده هيتضرب في x of 1. وهكذا لحد اخر element خالص x capital n minus 1 هيتضرب في العمود الاخير ده w n minus 1 conjugate. بالشكل ده. طيب هل الخطوة دي واضحة ولا فيها مشكلة؟ تمام واضح. تمام. يبقى إذا الخطوة دي بتقول إن أنا أقدر أكتب x small of n كأنها واحد على n، يعني ده كده x small of n أو x small vector يعني. واحد على n x0 في w0 conjugate x1 w1 conjugate لحد xn minus 1 wx w conjugate n minus 1. كويس. بس افتكر البروبرتي اللي قلناها من شويه ان الكولومز بتوع ال DFT matrix orthogonal على بعض. فبما ان الكولومز بتوعنا orthogonal على بعض، يعني ده orthogonal على ده orthogonal على ده، يبقى المعادله دي نعرف نقراها كده ان الx small التايم دومين سيجنال is decomposed بدلالة vectors متعامدين على بعض، بدلالة orthogonal basis functions أو basis vectors defined by the columns of the DFT matrix. يبقى أنت كنت في الفورير ترانسفورم العادي أو في الفورير سيريس العادية كنت بتديكومبوز x of t بدلالة كوزاين وساين، وكان الكوزاين والساين متعامدين على بعض. هنا انت بتديكومبوز الدايم دومين سيجنال بدلاله الكولومز بتوع الدي اف تي ماتريكس، اللي هم بالمناسبه لو بصيت عليهم هتلاقيهم كومبلكس اكسبوننشالز مستخبي جواهم ساين وكوزاين برضه. فبما ان الكولومز دول اورثوجونال يبقى اكنك بتديكومبوز الاكس سمول بدلاله اكس كابيتال 0 في اتجاه اول بيزس فانكشن، الاكس كابيتال 1 في اتجاه ثاني بيزس فانكشن لحد اكس كابيتال ان ماينس 1 في اخر بيزس فانكشن. In a very similar way لو انت عندك فيكتور في ال 3 دي وقلت ان هو بيساوي 3 i hat زائد 5 j hat زائد 12 k hat مثلا، فانت في الاخر ال x of 0 دي لكنها هي الثلاثة، وال i hat ده الفيكتور اللي اسمه w0 conjugate، وال 5 دي لكنها ال x of 1 دي الكومبوننت او البروجيكشن بتاعت x small في اتجاه الفيكتور ده، وال j hat لكنها هي ال w1 conjugate. بس الفرق ان في الاكليديان سبيس عندك ثلاثه فيكتورز بس متعاملين على بعض اورثوجونال، لكن في حاله الدي اف تي لو انت عندك ان بوينت دي اف تي انت عندك ان فيكتور كلهم متعاملين على بعض. فهنا الجمله بتقول ان we can see x small of n as a decomposition of a signal x small into an orthogonal basis space defined by ال orthogonal basis function defined by ال columns بتاعت الدي اف تي matrix. هل ال discussion دي واضحه ولا فيها مشكله؟ ممكن أسأل سؤال يا دكتور؟ اتفضل يا فندم. هو ال W conjugate الأرقام اللي تحت دي ليه بتعبر عن الكولوم؟ يعني عرفت منين إن الزيرو ده بيعبر عن أول كولوم؟ على أساس إيه قلت كده؟ يعني أنا بس لميت شوية الـ elements سميتهم W0، يعني أنا matrix ديت، فاكر matrix دي اللي إحنا عملناها مع بعض؟ أه تمام. أنا بس عشان أختصر الكتابة فأنا سميت الـ الكولومن الاولاني دوت اديت له اسم عشان بس اكتبه على بعضه بسهوله w0 فيكتور، وسميت ده w1 فيكتور، وسميت ده w2 فيكتور، واخر واحد ده اديت له اسم wn-1 فيكتور عشان بس سهل الكتابه على نفسي. التسميه دي انا اللي اديتها، لكن الارقام دي مش نوتيشن للان سمول. لا الارقام ديت نوتيشن للان سمول. اه ما هي ما انت لو تفتكر كان العمود الاولاني يخص التايم ان بصفر مش كده؟ اه العمود الثاني يخص التايم ان بواحد وده يخص التايم ان باثنين، لكن لما رحنا في الدومين الثاني انا فاكر هنا بتكلم على الدومين الثاني. ايه الدومين الثاني دوت؟ اللي هو التايم هو اللي هنا، يعني اكس سمول اوف 0 ده ان بزيرو هنا مش كده؟ والعمود ده اللي يخص كي بزيرو،
والعمود ده اللي يخص كي بوان لحد ما العمود ده يخص كي بتساوي ان ماينس 1، لان هنا انا كاتب اكس سمول بدلالة اكس كابيتال، فيبقى الاعمده ديت دي تخص الفريكوانسي دي سي اللي هي كي بصفر، ده يخص الفاندمنتال فريكوانسي لحد اخر واحد يخص الان ماينس 1 هارمونيك. يا دكتور وانا مش واخد بالي ليه بدلنا ال N وال K، انا فاهمهم في كويس الحالة العادية لكن ليه هنا بدلناهم في ال M؟ تمام. مش هي ماتريكس سيمتريكال؟ اه تمام يعني روز هي الكونز صح كده؟ تمام كويس. فانا هنا اللي عملته المعادله دي بتقول ان الاكس سمول اللي هي التايم دومين سيجنال هي واحد على ان دبليو كونجكت في اكس كابيتال، يعني اللي موجود على الناحيه الشمال ده تايم دومين مش فريكوينسي دومين. يعني لما اقول اكس سمول اوف 0 دي تخص التايم ان ب 0، اكس سمول اوف 1 دي تخص التايم ان ب 1، هنا دي تبقى تخص التايم بكام؟ ان ماينس 1. لكن لما تيجي تحسب هي اكس كابيتال اوف 0 دي تخص كي بكام؟ كتير. كي ب 0. فلما تيجي تضربها هتلاقيها بتتضرب في العمود الاولاني زي ما اتناقشنا، يبقى كان هنا لما كي بصفر خدنا اكس كابيتال اوف 0 والعمود ده اللي يخص كي بصفر. تمام واضح يا دكتور، شكرا. تمام شكرا لحضرتك. اي اسئله اخرى يا شباب؟ تمام. طيب في الماتلاب لو عايزين نحسب الماتريكس دبليو في كوماند اسمه دي اف تي ام تي اكس، اديله ان كابيتال بكام؟ لو عايز تحسب الاربعه في اربعه الثمانيه في ثمانيه اديله ان هيحسب لك الماتريكس بكام، او انك تستخدم الكوماند اللي اسمه اف اف تي اوف اي اوف ان. ال اي اوف ان دي الايدنتيتي ماتريكس. اللي هي اي اللي هي هتبقى ones موجودة على المين diagonal وزيرو otherwise. طبعا السايز بتاعها هتبقى n في n، يعني هنا عملنا 3 في 3، لو هي 4 في 4 يبقى هتحط 4 ones على المين diagonal وتملى الباقي بصفر. فلو جبت identity matrix وجبت لها في f t هيديك ال w n coefficient او ال d f t n t x. تمام. خلينا نجرب نعمل اكزامبل كده سريع. بيقول لك كومبيوت ال 4 بوينت دي اف تي للسيكونس ده 0 1 2 3. طيب مبدئيا كده السيكونس بتاعي اللي في التايم هو 0 1 2 3 وعايزين نجيب له الدي اف تي، يبقى اذا انا هنا هحسب 4 بوينت دي اف تي، يبقى انا عايز اجيب اكس كابيتال بتساوي دبليو في اكس سمول. الاكس كابيتال كان في كام يا شباب؟ يبقى 4 في 1، الدبليو 4 في 4 والاكس سمول ايه يا فندم؟ دبليو 4 في 4 اه بالظبط، والاكس سمول 4 في 1. كويس، يبقى انا عايز احسب الدبليو عشان اقدر اضرب واجيب الفوريير ترانسفورم بتاعي. فال W زي ما اتفقنا كده هي 4 في 4، يبقى العمود الأولاني يخص n بصفر مش كده؟ العمود اللي جنبيه يخص n بواحد، والعمود اللي جنبيه يخص n باتنين، وآخر عمود n بتلاتة، والصف الأولاني k بصفر، الصف التاني k بواحد، الصف ده k باتنين، وده k بتلاتة. والالمنتس اللي في النص كلها هي دبليو ان اس كي ان. طب بكام دبليو ان؟ دبليو 4. بكام دبليو 4؟ هي اي اس ناقص جي 2 باي على 4. يبقى الالمنت اللي هنا اسمه ايه يا جماعه؟ طب كده يبقى نيجاتيف جي، يبقى دبليو 4 اس صفر صفر مش كده؟ انا يعني هنا عشان اجيب الالمنت ده هي دبليو 4 اس ان في كي، فهنا العمود ده يخص n بصفر
والصف ده يخص كي بصفر، يبقى دبليو 4 اس 0 في صفر اللي هي بواحد، مش كده؟ هو اول روب واحد واول كولوم واحد واحد يعني. ممتاز، يبقى اول رو كل وانز واول كولوم كل وانز. تمام، الاليمنت اللي هنا يبقى بكام؟ ده بي اي بار نيجاتيف جي باي نكتبها بالدبليو اصلا، يعني دبليو 4 اس كام؟ اس ان دبليو في فورس. واحد يبقى واحد في واحد، مش كده؟ هي ان في كي، الاليمنت ده هيبقى دبليو 4 اس ان في كي، ان باتنين في كي بواحد، يبقى اس اتنين. الاليمنت ده يبقى دبليو 4 تو ذا باور كام؟ ان في كي، تلاتة في واحد بتلاتة. وبما ان الماتريكس سيمتريكال هتلاقي الصف الاولاني هو العمود الاولاني، خلينا نجرب. الاليمنت اللي هنا يبقى بكام؟ يبقى W4 أس كام؟ باور N 2 بواحد ب2، ممتاز. والاليمنت اللي جنبه ده يبقى W4 أس كام؟ باور 4 4، وده WN to the power 6. الاليمنت ده هيبقى W4 to the power 1 في 3، مش كده؟ الاليمنت ده باور 6 W4 باور 6، وده W4 to the power 9. وهتلاقي فعلا الصف الأولاني هو العمود الأولاني، W4 to the power 2، W4 to the power 2، to the power 3، to the power 3. الصف الثالث هو العمود الثالث، الصف الرابع هو العمود الرابع، فتقدر تحسب الماتريكس بسهولة. كويس، ف at this point let me try to compute this مع حضراتكم. لو تفتكروا احنا المحاضرة اللي فاتت كنا حسبنا ال W4، من ال W4 من الحاجات اللي بتظهر معانا كتير، فكنا حسبنا مع بعض المرة اللي فاتت ال W4 اهي. W4 تبقى نيجاتيف جي اعتقد. ايوه، W4 to the power 1، لكن W4 to the power 2 to the power 3. خلينا نشوف كده، فبناء على الرسمة ديت W4 to the power 1 بتساوي كام؟ W4 to the power 1 بناقص G، صح كده؟ طيب W4 squared بناقص 1 W4 to the power 3 بزائد G، ويبقى عرفت الصف ده، يبقى خلاص العمود ده زيه، يبقى واحد ناقص جي ناقص واحد جي. بعد كده W4 to the power 4 هي نفسها W4 to the power 0 اللي هي بواحد. طيب W4 to the power 6 تودينا فين؟ W4 to the power 2. ممتاز، W4 to the power 6 هتودينا عن W4 to the power 2 وتطلع بناقص 1، يبقى ده ناقص 1 وده كمان ناقص 1. طيب W4 to the power 9، ال 9 تودينا فين؟ هي واضح ان هي periodic، احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان هي periodic وليها period n capital، هنا n capital ب 4، هي بتتكرر كل نيجاتيف أربعة، جي يبقى هي W4 to the power 1. اطرح 8 يعني، اطرح 4 و4 بحيث يبقى دايما ايه، انت لو بتحسب لو هي Wn to the power 9 W بتطرح n او 2n multiples of n يعني، فهطرح 4 و4 يطلع هيبقى W to the power 1 و1 اللي هي ناقص جي بالظبط كده. كويس، هل كده بنا الماتريكس دي صعب ولا مهم ولا لطيف؟ تمام. ممتاز، يبقى عشان احسب ال DFT بتاعي يبقى هقول ال X capital اللي هي ال frequency بتساوي W في X small. ال W بتاعتنا اهي، وال X small اللي هي ال signal اللي هي 0 1 2 3 هحطها في column vector، ودلوقتي نقدر نحسب ال DFT بتاعنا عامل ازاي. لو ضربنا الصف الاولاني في العمود الاولاني يطلع 1 plus 2
3, I guess that would be 6, right? ضربنا الصف الثاني في العمود دوت، الواحد في صفر خلاص، هنا هيبقى عندك ناقص جي، بعد كده ناقص 2 زائد 3 جي. لو ضربت الصف ده هتلاقي أول واحد صفر، تاني واحد هيبقى ناقص 1 زائد 2 ناقص 3. آخر إيليمنت واحد في صفر خلاص، يبقى جي ناقص 2 ناقص 3 جي. تمام، اللي هو لو حسبناه يطلع بيساوي 6، وهنا ناقص 2 زائد 2 جي، وهنا هيبقى ناقص 4 زائد 2 يبقى ناقص 2، وهنا هيبقى ناقص 2 ناقص 2 جي. ده كده الـ x of k اللي كان المفروض تطلع معانا لو كنا عملنا الـ summation عادي. فأدي الماتريكس بتاع W4 وأدي الحل بتاعنا النهائي. Observation، هنا الـ X of N كانت real valued 0, 1, 2, 3 اللي احنا حطناها في الكولومن فيكتور ده، دي كانت real valued. في property هنشوفها كمان شوية إن شاء الله، لما يبقى عندنا real valued sequence بيطلع ان الx of k عنده symmetry معينة كده، خلينا نتعلمها. هنا n capital بـ4، فانا هعمل خط عند n على 2. الـ اول element ده عند k بصفر، الـ element ده عند k بواحد، الـ element ده يخص k باتنين، والـ element ده يخص k بتلاتة. فانا هعمل خط عند n على 2 اللي هي عند الـ4، اللي هي عند الاتنين اسف. هعمل كده خط وهمي عند ان كي بتساوي 2، فحوالين الخط ده هتلاقي فيه كومبلكس كونجوجيت سيمتري. يعني ايه كومبلكس كونجوجيت سيمتري؟ يعني هتلاقي عند كي بواحد وعند كي بتلاتة الارقام كومبلكس كونجوجيت لبعض، ده ناقص 2 زائد 2 جي وناقص 2 ناقص 2 جي. فده حصل بسبب ان هي real valued. فلو كان السيكونس ده x of n real value دايما هتطلع الحكاية دي، هرسم خط عند n capital على 2 وهتلاوبزرف ان في complex conjugate symmetry بالشكل ده. هنناقش ال property دي بالتفصيل قدام شوية، لكن يعني it's worth noting ان ده اللي حاصل يعني. طيب اي اسئلة يا شباب؟ تمام. في الماتلاب لو عايز تعمل الحكاية دي هتقول دي اف تي ام تي اكس، هيجيب لك الماتريكس تضربها في اكس ان هيدي لك الاكس كي. طب لو عايز اعمل انفرس دي اف تي اعمل ايه؟ معادلة الانفرس بتقول ايه يا شباب؟ بتقول ان اكس سمول بتساوي 1 على ان دبليو كونجيت تي اكس كابيتال، مش كده؟ ف بتيجي في الماتلاب 1 على n وتقول له conjugate w وتضرب في الاكس كي هيدي لك ال reconstructed xn اللي هي تطلع زي اللي هي 0 1 2 3. فجربوا الكودز دي على الماتلاب وجربوا اعملوا الماتريكس multiplication بنفسكم. يعني دلوقتي لو اخدت 1 على n يبقى اكس سمول بتساوي 1 على 4 في الماتريكس بتاعتنا اللي هي ديت، هعمل فيها ايه يا شباب الماتريكس ديت؟ لا الكومبلكس كونجكت بالظبط كده، هاخد لها كونجكت يبقى ادي الماتريكس بتاعتي هاخد لها كونجكت. يعني ايه؟ الناقص جي تبقى زائد جي، والزائد جي تبقى ناقص جي، ودي تبقى ناقص جي ودي تبقى زائد جي، بس كده. طبعا ما نغيرش حاجه في الارقام الريال. وهقسم على 4 وهضرب في ال دي اف تي اللي احنا جبناه اللي هو دوت. فلو جربت تعمل المولتبليكيشن ده يعني او leave it as an exercise for you guys ممكن تعملوه، هتوصل ل ال desired signal اللي هي 0 1 2 3. ف supposedly لو عملت الماتريكس multiplication ده هيدي لك x small
اللي هي هتطلع 0 1 2 3. ف يعني حاولوا تعملوها وتعملوها على ماتلاب عشان بس ايه نفيريفاي ان احنا دوني براكتس يعني. يبقى واضح من الدسكشن اللي فاتت ديت ان ال دي اف تي هو discrete في التايم، التايم اسمه ان، discrete في الفريكوانسي، الفريكوانسي اسمها كي، بنركز على one fundamental period من صفر لحد ان ناقص واحد في التايم، كذلك في الفريكوانسي. السميشن بتاعنا ممكن نعبر عنه باستخدام matrix، وان في periodicity حاصله في التايم دومين والفريكوانسي دومين، في inherent periodicity مبنيه جوه معادلات ال DFT وال inverse DFT بسبب ال discreteness اللي في التايم وبسبب ال discreteness في الفريكوانسي. فال DFT is a finite n by n linear reversible transformation. فهو transformation بياخدك من time للfrequency ومن frequency للtime، فهو reversible linear بيحقق linearity property زي ما هنشوف كمان شوية، وfinite لأنه طوله finite n samples بس. That relates any n consecutive samples في time domain x small of n, x small of 0, x small of 1, x small of n minus 1 into n DFT coefficients في frequency domain x capital of 0 لحد x capital n minus 1. كويس، لاحظ ان السميشنز بتاعتنا بتانفولف التايم من صفر ل n ناقص 1 بس، والفريكوانسي دومين برضه السميشن على k من صفر ل n ناقص 1 بس. فاي انفورميشن بره الويندو دي احنا ما خدناهاش معانا، وبالتالي ما اقدرش استنتج اي معلومات تخص السامبلز دي. تاني، no information about the unused samples of x of n. ايه المقصود بال unused samples اللي هي outside the window بتاعتنا؟ outside the window اللي هي n من صفر لحد n ناقص واحد، ان هي دي بس السامبلز اللي دخلت معانا في السميشن. فأي samples unused بره الويندو دي ما cannot be obtained about from an inverse DFT. يبقى no information about the unused samples can be obtained from the inverse DFT. كويس. تاني، احنا دخلنا sequence هنا، ده sequence اللي انت كيوزر شايفه اللي هو ليه finite duration من صفر لحد n ناقص واحد، عملنا له DFT، عملنا له inverse DFT، بس بقت معادلات الـ discrete Fourier transform شايفاه x tilde، شايفاه بيتكرر. فالتكرار جزء أساسي من الـ DFT زي ما عملنا في الـ example اللي عملناه من أول في آخر المحاضرة اللي فاتت. We can assign values to the unavailable samples of x of n اللي هي بره الـ window يعني. Only if we have additional information، لو عندك معلومات زيادة تقدر تجيب الـ samples date. يعني مثلا ممكن يبقى it's known a priori ان x of n ليها finite length واحنا عارفين ان هي بره الـ window بصفر، ساعتها we can assign values x of n بصفر بره الـ window، زي الـ example اللي عملناه آخر المحاضرة اللي فاتت. هي كانت معروف ان هي sample واحدة قيمتها بصفر عند الصفر وغير كده، فكان بره الـ window احنا عارفين ان الـ signal بصفر، ف we can assign zeros. أو لو x of n is known to be periodic مثلا، لو دي معروف ان هي periodic، هي طبيعتها periodic، يبقى ساعتها لو ليها n capital يبقى اللي بره ال window هو تكرار. لكن بخلاف الحالتين دول لو انا ما عنديش additional information، كل اللي اعرفه هو شوية ال samples اللي خدتهم في summation. تاني بأكد على الفكرة ديت، هو ال x of n كانت بتتحسب ازاي وال x of k كانت بتتحسب ازاي؟ كنت بحسب x of k summation على الـ time n من صفر لـ n ناقص واحد x of n في w n أس k n. فالـ x of k مستخبي جواها معلومات عن الـ time domain signal فقط في الـ range من صفر n بصفر لحد n minus 1 الـ window بس، بره الـ window معرفش. فـ x of k ما تعرفش معلومة عن x of n بره الـ window ديت، وبالتالي لما أجي أعمل الـ inverse وأقول x of n بتساوي واحد على n summation على k من صفر ل n ناقص واحد x of k w n أس ناقص k n، ما ينفعش تيجي تقول لي ده x of n طلع لي periodic، يبقى هي أصلا كانت periodic. لا، هو اللي طالع من هنا دوت
هناخد منه 1 سايكل بس، الباقي دوت اللي بره الويندو ما ده تكرار ملوش معنى، unless ان انت you know ان هي periodic، او unless ان you know it's zero هتملى بقية السامبلز بس. طيب لاحظ كمان ان التويدل فاكتور دبليو ان اس كي ان ده periodic في الان وperiodic في الكي، periodic في الان وليه fundamental period بان كابيتال، وperiodic في الكي كمان وليه fundamental period بان كابيتال. يعني لو خدت دبليو ان اس كي بلس ان سمول تايمز ان سمول بلس ان كابيتال تطلع دبليو ان اس كي، ولو خدت دبليو ان اس كي بلس ان الكل اس ان يطلع دبليو ان اس كي ان برضه. دي سهله ان تثبتوها، مش حاجه صعبه يعني. Therefore, if we allow k to take values outside the range دوت اللي هو من صفر ان ناقص واحد، ال DFT coefficient will also repeat. ف x of k كمان periodic وليها fundamental period بان كابيتال زي ما اتناقشنا في الجزء اللي فات. Also, if we allow n to take values outside a range من صفر ان ناقص واحد، هتلاقي قيم x of n اللي طالعه من ال DFT inverse DFT برضه بتتكرر. كل ان كابيتال في فكره البريوديسيتي جزء اساسي من الموضوع. These periodicities are inherent property of the DFT and they stem from the discrete nature of time and frequency. فكره ان السيجنال في التايم سامبلد فبقت في الفريكوانسي بريوديك، وفكره ان السيجنال في الفريكوانسي سامبلد فبقت في التايم بريوديك. البريوديسيتيز هاف فاندمنتال امبليكيشن فور بوث بروبرتيز اوف DFT والمينينج when used for computational Fourier analysis. يعني لما اجي اطبق البروبرتيز لازم اخد البريوديسيتي في اعتبار، ولما اجي استخدم الاف اف تي او الدي اف تي فور كومبيوتيشنال فور اناليسيس انا ابقى عارف ان السبيكترم اللي بيطلع دوت هو اللي من صفر الباي من صفر ل 2 باي، واي حاجه ثانيه هيتكرر، لان وارد يحصل اليسنج بشكل او باخر زي ما هنشوف يمكن المحاضره الجايه. كمان اللي في التايم دومين هي الويندو بس اللي من صفر ان ناقص واحد هي اللي ينفع ابص عليها، بقيه الحاجات تكرار. عشان كده المات لاب لما بيجي يحسب هو بيحسب 1 سايكل بس في الفريكوانسي وفي التايم. كويس، الجمله دي بتقول ايه؟ all signals with the same samples في range من صفر ان ناقص واحد لكن ليها different values elsewhere. وخلينا واقف هنا، يعني لو عندك 2 signals الاثنين زي بعض بالظبط من صفر لحد ان ناقص واحد وبره الويندو دي مختلفين، لو جينا حسبنا الدي اف تي في الويندو دي يطلعوا زي بعض ولا مختلفين الدي اف تيز؟ يطلعوا زي بعض بالظبط كده. بالظبط، they will have the same دي اف تي coefficient لان هو السميشن بيبص على السامبلز دي وبس، وبالتالي هو هيشوفهم اكنهم periodic sequence with period n، على الرغم من ان السيكونسز اصلا مش periodic ومش زي بعض بره الويندو. كويس، فدي الفكره اللي بنتكلم عليها وناقشناها كذا مره. طيب هل في اي اسئله في الجزء دوت so far؟ انا عندي سؤال بس في اخر حته. اتفضل. مش لما اجي هعمل inverse يعني كده هيبقى هيديني نفس الويندو بس بقى يعني بتتكرر كده، ممكن بالظبط معرفش على retrieves الاوريجينال سيجنال مثلا، صح ولا ايه؟ الاوريجينال سيجنال هتبقى موجوده هي في الفاندمنتال ويندو اللي هي من صفر ان ناقص واحد او في البيريود الاولانيه دي، وباقي تكرار لي بشرط انه ما حصلش تايم دومين اليسنج. يعني انت فاكر الرسمه دي لما اتناقشنا فيها المره اللي فاتت؟ الرسمه دي اللي قلنا ان احنا لو عندنا السيجنال دي طولها 12 فسامبلز كده بالديكي من 0 لحد 12 ال كابيتال، فده الدي تي اف تي بتاعه اللي هو كونتينوس. فا اف يو سامبلت في الفريكوانسي دومين ب 16 سامبل، هنا هو حط ان ب 16 فاخد 16 سامبل في الفريكوانسي دومين من 0 ل 2 باي، ده تسبب ان في تكرار حصل في التايم ببريود 16 برضه. ال 16 اكبر من 12 فما فيش تايم دومين اليسنج، في يو كان ريكفر الاوريجينال سيجنال انك تبص على الويندو من 0 ل 15. اما لو انت الحاله اللي تحت انت عملت سامبلنج ب 8 بقى، خدت 8 سامبلز بس من 0 ل 2 باي، يعني بعدت الرينج بين السامبلز وبعضها، فساعتها هيحصل تكرار في التايم ببريود 8 بس السيجنال اصلا طولها 12، فهنا
حصل تايم دومين اليسنج and you cannot recover original signal زي ما هي، هيكون فيها distortion وفي samples هتضيع منك. انك لما تيجي تاخد ال fundamental period هنا اللي هي من صفر لحد سبعة، هتلاقي نفسك عندك مشكلتين. انت خسرت شوية samples، السيجنال الاصلية كان طولها 12، وفي تيل جاي من السيجنال دي زي ما انت شايف كده، يعني السايكل اللي قبلها في تيل جاي منها بينترفير عليك، وكمان التكرار اللي هنا في تيل تاني مكمل كده جاي انترفير عليك، وفي انفاينايت نمبر اوف تيلز، مش انفاينايت هم عشان طولها 12 بس وخلاص. فهتلاقي في ليتس سي ان الريبليكا اللي جنبها بتاثر عليه، وهي نفسها بتنترفير على جنبها، ففي تايم دومين اليسنج، في تداخل في التايم دومين. واضحه كده؟ اه تمام واضح، شكرا. تمام. اي اسئله يا شباب؟ تمام كده، احنا جاهزين نمشي خطوه لقدام ونتكلم على البروبرتيز بتاعه الدي اف تي. المفروض في الهاند اوت رقم 2 كنا بنتكلم فيها بتفصيل اكتر عن السامبلينج في الفريكوينسي دومين وتاثيره في التايم، وبنعمل اثبات كده بيقول التكرار بيحصل ازاي في التايم، وبنتكلم على فكره التايم دومين اليسنج. للاسف وقتنا مش سامح قوي، فانا هفوت هاند اوت رقم 2 وهروح لهاند اوت رقم 3 اللي هنتكلم فيها على البروبرتيز بتاعه الديسكريت فورير ترانسفورم. البروبرتيز بتاعه الديسكريت فورير ترانسفورم تشبه لحد كبير البروبرتيز اللي شفناها قبل كده في الدي تي اف تي والفورير ترانسفورم العادي، مع فرق جوهري، الفرق الجوهري في البريوديسيتي. فقبل ما هنتكلم على البروبرتيز هنشوف ماثيماتيكال ابروتش تو ديل ويز البريوديسيتي. فعشان اتعامل مع البريوديسيتي اللي عندي عندنا كذا طريقه. اول طريقه ان انا اعمل حاجه اسمها بريوديك اكستنشن. يعني ايه بريوديك اكستنشن؟ دكتور هو مفيش سلايدز. مفيش سلايدز، اه تمام انا اسف، ثانيه. تمام كده السلايدز باينه يا شباب؟ اه تمام يا دكتور. تمام. فعشان اقدر اطبق البروبرتيز بتاعتي I need mathematical approach او mathematical framework عشان اتعامل مع البريوديسيتي. دي حاجه مختلفه عن الترانسفورمز اللي شفناها قبل كده. فاول طريقه للتعامل مع البريوديسيتي دي ان انا اعمل حاجه اسمها periodic extension. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي signal x of n زي ما احنا شايفين كده ديت، حاجة أقول تمام دي x of n non-periodic، بتبدأ من صفر تنتهي عند n ناقص واحد، لكن معادلات ال DFT شايفاها periodic، فأنا هعمل signal اسمها x tilde اللي هي بيسموها ال periodic extension of x of n، دي بيسموها ال periodic extension of x of n. ولما اجي اطبق البروبرتيز سواء بقى تايم شيفت فريكوينسي شيفت كونفوليوشن هطبقها على البريودك اكستنشن دوت. فبالتالي لما اجي اطبق البروبرتي انا مش هطبقها على اكس اوف ان اللي فوق، هطبقها على الاكس تيلد. ودي كده اول طريقه للتعامل مع البروبرتيز عشان اخد في اعتبار البريودستي. الطريقه الثانيه ان انا اعمل حاجه اسمها سيركلر مابينج. اي كان ماب السيجنال بتاعتي على سيلندر او على سيركل. يعني ايه؟ يعني لو جينا هنا as you can see I can map السامبلز بتاعت السيجنال بتاعتي على دايره بالشكل دوت، وهنا يبقى ده التايم بصفر، ويبقى هبدا اكتب السامبلز بتاعتي كده x of 0 والتايم بيادفانس كاونتر كلوك وايز كده x of 1 x of 2 x of 3 لحد x of 7 مثلا. هنا كان هنا الاكزامبل ده ان كابيتال ب 8. ولما اعمل كده لو عملت لفه كمان عملت ايه؟ جبت السامبلز مره ثانيه، عملت لفه كمان ادي كده لفه ثالثه ولفه رابعه. فكده الدايره ديت السيركلر اكسس بتاع التايم بتاعنا اداك البريوديسيتي. يبقى اللي فوق دوت ان دوت ده لينير تايم اكسس،
بس احنا عملنا تكرار، فلو مشيت لما نهاية وناقص ما نهاية هيديك التكرار. هنا انت عندك تايم اكسس هنسميه ار، هنشوف بيتجاب من فين، ده سيركلر تايم اكسس سورت اوف يعني. بحيث ان انا لما اقعد الف عليه هيديني تكرار زي زد ترانسفورم، لما بتلف على يونت سيركل بيديك الاثنين باي سايكل اللي احنا بنتكلم عليها في الدي تي اف تي. فالاوبريشن الثانيه اللي ممكن نعملها هيبقى اسمها السيركلر مابينج، ان اي كان ماب السيجنال بتاعتي على سيركل او على سيلندر. وعشان كده كل البروبرتيز بتاعتنا اسمها سيركلر، يعني ايه؟ سيركلر شيفت، سيركلر تايم شيفت، سيركلر فريكوينسي شيفت، circular convolution, circular folding. كل ال properties بتاعتنا هتلاقي كلمة circular جنبها. ليه؟ لأن هي عايز emphasize على فكرة ال periodicity، وإن أنا لما أجي أطبق ال property one way to go إن أنا أستخدم ال circular mapping ده وأستخدم ال circular time axis، أو إن أستخدم ال linear time axis N وأحط التكرار. طبعا محتاجين بقى إن نستبلش علاقة بين ال R وال N، هنشوفها دلوقتي، ما بين ال circular time axis وال linear time axis. العلاقة دي اللي هي الـ approach الثالث اللي هو بيسموه الـ module operation. فالـ module operation هو الـ mathematical approach الثالث الـ equivalent، هما الثلاثة equivalent لبعض والثلاثة عبارة عن نفس الحاجة. يبقى إذن الحتة الأولانية دي بنتكلم فيها على الطرق الـ mathematical approaches to deal with الـ periodicity. اتفقنا إن الـ periodicity جزء أساسي في الـ discrete Fourier transform، ولازم اخدها في اعتبار انا اطبق البروبرتي. وفي ثلاث طرق للتعامل مع البريوديسيتي، يا اما ان انا اعمل بريوديك اكستنشن للسيجنال على لينير تايم اكسس واتعامل معاها بالشكل ده، او ان ارسم السيجنال على سيركلر تايم اكسس واطبق البروبرتي عليها، او ان اطبق الموديول اوبريشن زي ما هنشوف دلوقتي. طيب يبقى ال DFT زي ما اتفقنا will treat ال end point signal اللي اسمها x of n and its DFT coefficient x of k as primary periods of periodic sequences x tilde of n and x tilde of k. فدي كده أول طريقة اللي أنا إيه هعمل periodization، يبقى عشان أتعامل مع صح يبقى أشوف السيكونسز زي ما معادلات ال DFT شايفاهم، هعمل x tilde of n و x tilde of k. Another approach to visualize ال signal is to عشان to visualize the periodicity يعني is to wrap the endpoint sequence around the cylinder أو على circle with circumference equal to the sequence length زي الدايرة اللي احنا عملناها، ودي تبقى هي الطريقة التانية اللي اسمها ال circular mapping. فبالتالي traveling around the circle أو the cylinder once starting at time n of 0 will yield one cycle اللي هي ال endpoint sequence. لو لفيت لفة كمان يدي لك cycle كمان. If we keep repeatedly going around the circle we obtain a periodic extension x tilde. يبقى نفس الإفكت بتاع x tilde جبناه لما لفينا على الدايرة بتاعتنا. طيب geometrically الفينايت duration sequence x of n is recovered by unwrapping the cylinder and laying it flat so that the circular time axis is mapped onto the linear time axis. يبقى انت دلوقتي لو خدت الدايره بتاعتك دي وقطعتها وفكيتها خليتها linear time axis هيدي لك one cycle من السيجنال. فالريليشن شيب ما بين linear time index n والcircular time index r دي اللي بيسموها الموديولو ان اوبريشن، ودي هي الطريقه الثالثه اللي بتعمل لنا المابنج، واللي هي ايكويفالنت للطريقتين اللي فاتوا، هما الثلاثه ايكويفالنت لبعض يعني. فالموديولو ان اوبريشن ديت هي العلاقه ما بين السيركلر تايم اندكس ار واللينير تايم اندكس ان. عشان نفهم موضوع الموديولو دوت خليني اعمل كده اكزامبل سريع علشان الكونسبت يبقى واضح في اذهان حضراتكم.
لو ده التايم ان وادي التايم صفر، فعندنا سامبل كده دي اكس اوف 0 اكس اوف 1 2 3 4 5 6 and 7. let's say ان هما 7 سامبلز عندنا، 8 سامبلز من 0 ل 7. واللي انا رسمه فوق دوت هو 1 fundamental cycle، فاللي انا رسمه فوق ده هو x of n اللي هي السيكونس اللي انت كيوزر شايفه الويندو دي بره الويندو، انا معرفش بكام قبل الويندو معرفش بكام. فادي x of 0 ادي x of 1 ادي x of 2 لحد هنا x of 7. اول طريقة اتفقنا عليها للتعامل مع السيجنال دي ان انا اعمل سيكونس اسمه x tilde of n، ان انا اعمل periodic extension للسيجنال. فتوردز this end هناخد السيجنال اللي فوق دي كده ونبدأ نحطها هنا تحت ونبدأ نعمل لها تكرار. يعني المفروض أنا هاخد السامبلز دول كده يبدأوا يتكرروا كده. كويس، فده كده الشكل بتاعنا. دي السامبل اللي عند 8 ودي 9 ودي 10 11 12 13 ودي السامبل عند ناقص 1 وناقص 2 وناقص 3 وناقص 4 وهكذا. طيب فالسيجنال اللي انا راسمها تحت دي اللي هي اكس تلدا دي البريودك اكستنشن بتاع اكس، وفوق دي اكس اوف ان. فيجي عشان نستبلش بقى العلاقة ما بين السيركلر واللينير تايم اكس، هسأل سؤال اكس تلدا اوف 9 تساوي كام؟ من الرسمة باين ان هي اكس اوف 1. كويس، طب هل نعرف نجيب ماثيماتيكال اوبريشن تربط لنا التسعة بالواحد؟ الاوبريشن دي هي اللي اسمها الموديولو اوبريشن. ايه الموديولو اوبريشن بقى؟ انا طبعا في السؤال في الرسمه دي ان كابيتال ب 8 مش كده، فانا هقول التسعه عايز اكتبها ال في ان زائد ار. الان ده اللي هو طول السيكونس بتاعي، ال ده انتجر ممكن يبقى بوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف ممكن يبقى صفر، ما جراش حاجه. ال r is another integer لكن ال r عليه limitation لازم يكون من صفر لحد n minus 1. طب خلينا نطبق كده ال rule دي ونشوف يبقى التسعة بتساوي كام لو هنطبق القاعدة دي. والتسعة دي اللي هي ال n small بالمناسبة، يبقى كده أكني عايز أجيب n small اللي بتساوي ال في n capital زائد r. خلينا نطبق الكلام ده ونشوف. يبقى التسعة بتساوي كام في 8 زائد كام؟ 1 في 8 زائد بالظبط 1 في 8 زائد 1، يبقى الار بكام؟ 1. يبقى ده يطلع x of 1. لاحظ ان الليميتيشن اللي على الار من صفر الى ناقص 1 تخلينا نقدر نماب ات ايزلي على السيكونس ده. ما هو مشكله السيكونس ده في ايه؟ ايه مشكله x of n؟ ان ال n بتاعته ديفايند من فين لفين؟ من صفر الى ناقص واحد بس، مش كده؟ يعني المشكله الرئيسيه اللي عندنا ان السيكونس x of n اللي فوق ده ديفايند من صفر الى ناقص واحد بس. فبالتالي if you wanna get x of 10 ما اعرفش، لكن x tilde of 10 موجود عندنا، لكن x of 10 ما نعرفهاش. فالمابنج ما بين x tilde و x اللي هو الاوبريشن دي اسمها موديول اوبريشن. فكده ده اقول 9 موديول 8 بيساوي 1. يبقى إذن x tilde of 9 هي x of 9 موديولو 8، و 9 موديولو 8 دي اللي هي الايه؟ الواحد. طيب
خلينا نطبق على الاكزامبل تاني. Let's say ان انا عايز اجيب x تلدا اوف 13، والرسمة مش معانا دلوقتي. يبقى x تلدا اوف 13 هي x اوف كام؟ 13 موديولو 8. طيب يبقى عايز اكتب ال 13 ازاي؟ L في 8 زائد R. طيب يبقى 1 في 8 زائد كام؟ زائد 5، مش كده؟ يبقى ده بيساوي x of 5. طيب let's go up and see if it actually x of 5. عند ال 10 x of 2، دي x of 3، x of 4، عند ال 13 فعلا x of 5. فكده فعلا ايه الحكايه مظبوطه. طيب can we دكتور، do it for، اتفضل يا فندم. هو الخمسة دي بتمثل ال R، يعني X في خمسة هي X في R؟ بالظبط كده. ال R هي يعني لو هكتب الكلام ده هنا، يبقى ال R دي اللي بتساوي N موديولو N كابيتال. فالحسبة اللي احنا بنحسبها، اللي هي ان احنا نكتب N ك L في N كابيتال زي ال R، دي اللي هي ان انا كاني بقول R بتساوي N موديولو N. تمام؟ هو ايه معنى ايه معنى المديول 9 8 دي؟ يعني مش فاهم اه معناها ايه. يعني السؤال بسيط، التسعة فيها كام complete cycle؟ التسعة فيها complete cycle زائد واحد، يعني التسعة فيها 8 لفات، 8 8 steps اللي هم 1 cycle، مش هي 1 cycle 8 step شايلين ب 8. بالظبط. فالتسعة دي فيها 8 زائد واحد، فاهمني؟ لو كان فيها اكتر من، يعني فيها 2 سايكلز، فبرضه هتتكتب 8 ولا هتتكتب بس 16؟ لا 8 برضه، يعني هو ال n هنا ده اللي هو طول ال 1 سايكل. يعني الفكره في ايه؟ خليني اكمل المابنج بتاعها. يعني انا مش، احنا قلنا ان في 3 طرق من ضمنهم الدايره، تخيل معايا الدايره بتاعتنا كده، وادي هنا التايم n بصفر، وهنا n ب 8، هنا مفترض ان n كابيتال ب 8، فادي كده n ب 1، وادي n ب 2، وادي n 3، وإن 4، وإن ب 5، وإن ب 6، وإن ب 7. السامبل هنا x of 0، السامبل هنا x of 1، السامبل دي x of 2، x of 3، x of 4، x of 5، x of 6، x of 7. فالفكرة لما بسأل السؤال 9 موديولو 8، أنا بقول التسعة فيها كام سايكل زائد كام؟ فأكنك بتقول لو أنا لفيت 1 complete cycle ومشيت خطوة، ده يديك التسعة، مش كده؟ التسعة فيها 1 complete cycle زائد خطوة، تطلع هي x في 1. فاهم قصدي؟ يعني تمام. لو أنا عندي 27 موديولو 8، يعني انا بسأل نفسي سؤال، هلف على الدايره دي كام كومبليت سايكل ويتفضل كام؟ غالبا هتلاقي 3 في 8 و24 ويتفضل 3. يبقى المفروض لو مشيت على الدايره دي 27 ستيب، كل 8 هيرجعوك عند الصفر تاني، وهتعمل ال 8 3 مرات، فهنا بعد 24 لا خطوه هتبقى واقف هنا تاني، فيبقى كده 25 26 27 وعند اكس في 3، يبقى 27 و 3. يبقى المفروض ان انا لو قلت اكس تلدا عند 27 تبقى هي نفسها اكس في 3. هل واضحه كده؟ تمام، واضحه يا دكتور. ممتاز. اي اسئله اخرى يا شباب؟ نفس الكلام يمشي على الانديسيز النيجاتيف. يعني لو قلت عايز x تلدا اوف ناقص 5، دي اللي هي x اوف ناقص 5 موديولو 8. يبقى انا عايز اكتب الناقص 5 كانتجر في 8 زائد r، احط الانتجر ده بكام؟ ال مسموح لي يبقى بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى لكن ال نيجاتيف 1. r لازم تبقى بوزيتيف ومن صفر لحد n minus 1. فلو حطينا ال بناقص 1 زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، يبقى ناقص 8.
زائد 3 يدينا ناقص 5 مش كده؟ فده يطلع اكس اوف 3. فالمفروض لو رجعنا ورا عند الناقص 5 هتلاقي فعلا اكس اوف 3، ان هي دي اكس اوف 2 اكس اوف 3 وهكذا. يبقى now we have established a relationship ما بين ال circular time index r وال linear time index n. العلاقة دي بتقول ان ال r بتساوي n موديولو n، اللي بتتكتب كده، اللي بتتكتب الأقواس المثلثة ديت n موديولو n. طيب ايه العلاقة ما بينهم؟ ان انا عايز ال n I need to express it as l times n plus r. تمام، ال l could be positive أو negative أو zero، positive integer أو negative integer أو zero، ما بغيرش حاجة. ال r هي بس اللي عليها limitation، لازم ال r تبقى positive ومن صفر لحد n ناقص واحد، لازم تبقى في range من صفر لحد n ناقص واحد. وواضح إن التلاتة operations equivalent لبعض، إن أنت لو جيت هنا في الآخر رسمت كده على الداير ولفيت لفة تانية وتالتة ورابعة، أنت جبت الإفكت بتاع التكرار، جبت الإفكت بتاع المودولو operation، التلاتة equivalent لبعض. عشان كده في التعامل مع الـ properties بتاعتنا we can apply this approach or this one or that one، كلهم زي بعض هيؤدوا لنفس النتيجة. عشان كده كل الـ properties اسمها circular properties، اسمها circular property. تمام، اي اسئله؟ تمام. الموديولو operation is periodic، موديولو n موديولو n is periodic وليه period بان كابيتال. يعني ايه؟ يعني لو اجبت n plus n capital موديولو n يطلع هو نفسه n موديولو n. يعني بص كده على الجدول اللي فوق معايا دوت، لو n capital ب 4، صفر موديول أربعة بصفر، واحد موديول أربعة بواحد، اتنين موديول أربعة باتنين، تلاتة موديول أربعة بتلاتة. طب أربعة موديول صفر بكام يا شباب؟ الأربعة فيها كام complete cycle؟ واحد، واحدة، والريميندر كام؟ بزيرو. فهي أربعة موديول أربعة بصفر. طب خمسة موديول أربعة بواحد، ستة موديول أربعة، الستة فيها one cycle اللي هي أربعة ويتبقى خطوتين، يبقى ستة موديول أربعة باتنين، سبعة موديول أربعة بتلاتة، تمانية موديول أربعة هرجع للصفر تاني. فزي ما تاخد بالك كده إن اللي حصل عند الصفر بيتكرر تاني عند الأربعة، هيتكرر تاني عند التمانية، هيتكرر عند الناقص أربعة، يعني ناقص أربعة موديول أربعة بصفر. فنقدر نفهم الجملة اللي تحت اللي بتقول إن n plus n capital موديولو n هي n موديولو n. كويس، يبقى هنا زي ما اتفقنا ال l هو ال r لازم تبقى always positive integer، وال l ده يبقى integer positive أو negative أو zero، ينفع يبقى أي واحدة من دول. تمام، فالعلاقة ديت تسمح لنا نإكسبرس x tilde بدلالة x of n. يعني وصلنا ان x tilde of n هو x of n موديول n مش كده، ووصلنا ان x tilde of ناقص n هو x of ناقص n موديول n. يعني احنا في الاكزامبل اللي فات لما جينا حسبنا x tilde of 13 هي x of 13 موديول 8، و x tilde of ناقص 5 كمان هي x of ناقص 5 موديول 8. يعني I can generalize the rule ديت ان x tilde of n هي x of n موديول n، و I can generalize دي ان x tilde of ناقص n هي x of ناقص n موديول n. معنى الكلام ان انا لو عايز اعمل ميرور، عايز اعمل فليبنج للسيجنال حوالين الواي اكسس، ما اقدرش اعمل فليبنج لاكس اوف ان، لان اكس اوف ان نفسها انا ما اعرفهاش، او هي انديفايند قبل الصفر وانديفايند بعد السبعه. الدي اف تي ما بيشوفش غير الويندو اللي من صفر لسبعه بس، اللي من صفر ان ناقص واحد.
فلو جيت عملت ميرور للسيجنال دي انت في سامبلز هتضيعها، هتوديها في حته انت مش شايفها، وفي سامبلز اللي المفروض تيجي مكانها انت ما تعرفهاش، فانت ما تقدرش تطبق الفولدنج او الميرور على الاكس اوف ان، لكن تقدر تطبق الفولدنج على الاكس تلدا، من ناحيه لان السامبلز كلها موجوده وهي تكرار، ومن ناحيه لان الاكس تلدا اوف ان هي الطريقه اللي معادلات الدي اف تي شايفه بيها السيكونس بتاعك. معادلات الدي اف تي شايفه السيكونس بتاعك بيتكرر، فلما تطبق بروبرتي زي الفولدنج او الميرور يعني هتطبقها على الاكس تلدا. فالمعادله بتقول ان اكس تلدا اوف ناقص ان، لو عملت ميرور الاكس تلدا اوف ناقص ان ده ايكويفالنت انك تعمل اكس اوف ناقص ان موديول ان، انك تعمل الفولدنج على الموديول اوبريشن، او زي ما هنشوف كمان شويه it can be done على السيركل اللي احنا عملنا لها representation ديت. طيب يبقى كده نقدر نكتب x tilde of n هي x n modulo n، و x tilde of ناقص n هي x of ناقص n modulo n. And what goes for x of n goes for x of k، لان برضو x of k فيها نفس الحكايه، هي limited في الفريكونسي for k من صفر لحد n ناقص واحد. ف x tilde of k هي x of k modulo n، و x tilde of ناقص k هي x of ناقص k modulo n، لان x of k برضو periodic وبرضو شبه ال x of n من وجهة نظر ال periodicity. طيب في الماتلاب لو عايز تحسب المودولو اوبريشن الكوماند اسمه mod، فلو انت عايز في الماتلاب تحسب ال r هي الكوماند اسمه mod، ده اللي هو n modulo n. كويس، يبقى اذا الانهيرنت periodicity imposed by ال DFT computation can be dealt with using one of the following techniques. يا اما ان انا اعمل x tilde of n و x tilde of k، يعني اعمل periodic extension، او ان انا اعمل circular mapping، ان انا ارسم الحاجات على دايره، which is equivalent ان انا استخدم المودولو operation. مودولو n operation. فدول الثلاث طرق اللي ينفع نستخدمهم عشان نعبر عن الـ periodicity قبل ما نيجي نطبق أي property عندنا. تمام. Before I move on، هل في أي أسئلة في الجزء اللي فات دوت؟ تمام يا دكتور. ممتاز. كده إحنا جاهزين نبدأ نتكلم على الـ properties بتاعتنا. أول property عندنا سهلة أوي اللي هي linearity. اللينياريتي نعرفها من زمان، ان لو عندي في الزد ترانسفورم عرفنا اللينياريتي ازاي، لو دخلنا عندنا سيكونس x1 of n وجبنا له ترانسفورم x1 of z، وعندنا سيكونس x2 of n جبنا له ترانسفورم x2 of z، لو جينا في التايم دومين ضربنا في كونستانتس وجمعنا، ضربنا a1 x1 of n زائد a2 x2 of n، كنا بنقول ان الزد ترانسفورم is a linear transform، وبيطلع الناحية التانية a1 x1 of z زائد a2 x2 of z، يعني هنا عملنا linear combination لل corresponding z transform. نفس الكلام هنا بالظبط، لو عندنا sequence x1 of n و sequence x2 of n finite duration sequences طولهم n1 و n2، هنا أطولهم مختلفة شوية، وجينا عملنا linear combination y of n بتساوي a1 x1 of n زائد a2 x2 of n. وخلينا نتوقف هنا اللحظة، لو انت فتحت الماتلاب عرفت اتنين sequences طولهم مش قد بعض، في sequence طوله 4 samples و sequence تاني طوله 8 samples، وقلت له عايزين نجمع x1 زائد x2، ايه اللي هيحصل؟ هيعمل error، هيشتكي ان الـ two sequences طولهم مش قد بعض. فأول مشكلة هتواجهنا هنا ان المعادلة دي ان هي y of n بتساوي a1 x1 زائد a2 x2 ما تنفعش غير لو الـ two sequences طولهم قد بعض. بس ده هو في أول سطر بيقول ان x1 و x2 أطولهم مختلفة، ده طوله n1 وده طوله n2. فالحل ان انا اعمل حاجة اسمها zero padding. يعني ايه zero padding؟ يعني لو x1 of n عبارة عن sequence في 8 samples مثلا،
وال x 2 of n sequence طوله 4 samples بس، يعني n1 ب 8 و n2 ب 4 عشان اقدر proceed واتعامل معاهم. لازم اعمل حاجة اسمها zero padding، يعني انا هزود بايديا اربع اصفار هنا عشان اخلي الطول زي بعض. الاصفار ده زودتها ما بوظتش المعلومة اللي موجودة اصلا، ما بوظتش الاربعة سامبلز اللي هنا، وما ضافتش معلومة جديدة، هي وسعت الويندو شوية مش اكتر من كده. فاللي انا عملته دوت ده اسمه zero padding. وفي ماثيماتيكال اناليسيز عشان نشوف ان هو فعلا ما بوظش حاجه، ما زودش وما نقصش معلومه. بس يعني ده برضو كان في الهاند اوت رقم 2 اللي احنا فوتناه. يبقى ان جنرال في الدي اف تي لما تيجي تطبق اي بروبرتي، غالبا معظم البروبرتيز بتبقى عايزه التو سيكونسز ليهم نفس الطول. فلو التو سيكونسز اطوالهم مختلفه يبقى لازم نعمل احنا زيرو بادنج. نعمل ايه زيرو بادنج؟ عشان كده السطر اللي جاي بيقول ايه بقى، انا هجمع a1x1 زائد a2x2 where الماكسيمم لينث طولهم، يعني السيكونس واير ده ليه طول ny بيساوي الماكسيمم اوف n1 و n2. يعني في الاكزامبل بتاعي ده طوله 8 وده طوله 4، يبقى انا هاخد ny بتساوي الماكسيمم اوف 4 و 8 اللي هو 8. يبقى التو سيكونس طولهم 8، طب ده كان طوله 4 هعمل فيه ايه؟ هعمل له زيرو بادنج، هزود فيه 4 اصفار. دي كده أول خطوة. هل حد عنده مشكلة في الخطوة ديت؟ تمام يا دكتور. طيب ممتاز. كان ممكن بالمناسبة أزود أصفار زيادة هنا وقصادها أصفار زيادة هنا، as long as إن هما نفس الطول I can do zero padding في الاثنين. ليه ممكن نعمل حاجة زي كده يعني out of scope؟ لكن يعني ممكن لو انت عايز تزود اصفار زيادة هنا وهنا ما جراش حاجة، as long as هو نفس الطول. لو انا بقى عايز اطبق اللينيارتي بتقول ايه؟ لو انا عملت combination a1x1 of n زائد a2x2 of n وطلع ده اسمه y of n، يبقى اذا اقدر اجيب transform x1 of n لوحده اللي هو x1 of k، واجيب transform x2 of n لوحده اللي هو x2 of k واجمعهم. بس بانهي اطوال؟ خد بالك ان ال DFT هو بقى اسمه n point DFT. اختار n بكام؟ n1 ولا n2؟ السؤال تاني، لو انا عايز احسب ال n point DFT، لو عايز احسب ال n point DFT اختار n بتساوي n1 ولا بتساوي n2؟ بتساوي الثمانية ولا الاربعة في الاكزامبل دوت؟ الثمانية. فلازم ال n اللي اختارها تبقى يعني بتساوي الماكسيمم اوف n1 او n2 اللي هو بتساوي n y يعني، او اكبر منها. لو انا قررت ان انا اعمل زيرو بادنج هنا وهنا كمان وازود الطول عن n y دوت اللي هو الماكسيمم n1 و n2، I can do this، ما جراش حاجة. يبقى لو انا عايز اطبق اللينيارتي يبقى انا هعمل زيرو بادنج، اخلي السيكونسز نفس الطول، هحسب ال n point دي اف تي such that ان ال n اكبر او تساوي الماكسيمم اوف n1 و n2. يبقى اذا لو عايز اطبق ال DFT هيبقى هعمل ايه؟ summation بتاع a1 x1 of n في w n اس k n، وهعمل summation a2 x2 of n w n اس k n. let me write it with you عشان نشوف نكتبها ازاي. يبقى انا عندي y of n يساوي a1 x1 زائد a2 x2، والتايم بتاعنا هنا ال ny اللي هو طول السيكونس y اكبر او يساوي الماكسيمم اوف n1 و n2. ف
عليها كان بيساوي في اللي. مش فارقة بيساوي او اكس اكبر من مش فارقة. طيب فانا هتشوز ال n كابيتال بتاعتي اكبر او تساوي n واي اكبر من او تساوي ماكسيمم n واحد و n اتنين، وهجيب ال y كي. ال y كي اللي هو ال n بوينت دي اف تي، فهنا بحسب n بوينت دي اف تي. يبقى هعمل a1 في summation x1 of n في w n اس كي ان زائد اتنين في summation x2 of n في w n اس كي ان. السميشن ده هيرن من فين لفين يا شباب؟ من صفر لحد فين؟ n minus 1 مش كده؟ وهنا من صفر لحد n minus 1، مش هو n point دي اف تي هيبقى السميشن من صفر لحد n minus 1 صح كده؟ اه كويس. بس خد بالك ان السيكونس x2 كان اخر شويه سامبلز فيه كلهم صفار، فالسميشن بجد هيقف من عند فين؟ عند n 2 ناقص 1 مش كده؟ يبقى السميشن ده اقدر اكتبه ان هو مش n ناقص 1، ده اكتبه n 2 ناقص 1. ليه عملت كده؟ لان انا عارف ان x 2 معمول لها زيرو بادنج، فاخر شويه elements كانوا بصفار والطول الحقيقي هو n 2 ناقص 1. لكن I will keep this n capital as n capital. طيب نفس الكلام هنا، السميشن ده هيران لحد ان واحد ناقص واحد على اعتبار ان جايز اكون عملت زيرو بادنج، فالاكتوال لينس هو ان واحد بس، but I will keep this as n capital. ويبقى الترم ده هو ال n point dft of x1 of n، ده اللي هنسميه x1 of k، والترم ده ده ال n point dft of x2 of n اللي هو هنسميه x2 of k. يبقى اذا ال y of k هي a1 x1 of k زائد a2 x2 of k اللي هي اللينياريتي بروبرتي. يبقى اذا y of k هي a1 x1 of k زائد a2 x2 of k، والk بترن من صفر لحد n ناقص 1، والn اللي هي مين؟ اكبر من او تساوي ماكسيمم n1 و n2. كويس، هل الفكره دي واضحه ولا فيها مشكله؟ هو ممكن حضرتك تجيب السلايد اللي فاتت تاني؟ معلش قول تاني معلش. ممكن حضرتك تجيب السلايد اللي فاتت تاني؟ تمام اتفضل. هو اشمعنى ال n هنا في ال W هي اللي فضلت زي ما هي؟ كويس، يعني انا فاهم ال n1 وال n2 بتوع السمشن تمام. ممتاز. طيب فاكر لما قلنا ان احنا هنعمل زيرو بادنج عشان نخلي التو سيكونسز زي بعض؟ اه تمام. وطولهم n كابيتال؟ يبقى المفروض دي اسمها دبليو ان كابيتال، عشان انا بحسب n بوينت دي اف تي مش كده؟ لو انا بحسب n1 point dft كنت هسميها wn1 مش كده؟ اه تمام. يعني انا لو بحسب 4 point dft، يعني انت تخيل معايا هنا هحسب ال 4 point dft ده لوحده، ده هيديني 4 point coefficients اللي هم x capital of 1 لحق 0 هاد x capital of 4، وx2 of n لو جبت له ال 8 point dft هيديني 8 coefficient، هيطلع نفس المشكله، مش هقدر اجمعهم، هجمع ازاي 4 point مع 8 point؟ مش هعرف. لكن لما انا عملت زيرو بادنج وخليت الاثنين سيكونس طولهم قد بعض، فانا هحسب ال 8 point dft ال x1 وال 8 point dft ال x2، هيطلع لي 8 نقط هنا في الفريكونسي دومين و8 نقط هنا في الفريكونسي دومين، اقدر اجمعهم على بعض. يبقى اذا خلينا اكتبها مره تانية. يبقى انا هنا كان السميشن هنا وهنا لحد n minus 1 ولحد n minus 1 صح كده؟ هل تتفق معايا في اللي مكتوب دلوقتي دوت؟ تمام ده. تمام. وال n capital اللي هي ال n الكبير اللي هي الماكسيمم اوف n 1 و n 2 صح كده؟ يعني هي w 8 مش w 4 في الاكزامبل دوت، هيبقى اخد w ايه؟ W8 مش كده؟
تمام. تمام. الفكرة بس ان ال X1 فيها بعض الاصفار، يعني وارد ان انا اكون عملت زيرو بادنج هنا وهنا كده، فوارد ان ال N بتاعتي تبقى اطول شوية من XN. طيب فانا لو جبت الاصفار دي وضربتها في ال W تطلع باصفار. طيب انا بضيع resources وبضيع computation على الفاضي، فعشان كده السميشن دوت هقول انا واخد بالي ان فيش اخر شويه سامبلز بصفار جايز يكون عملت زيرو بادنج، عشان كده حلمت السميشن لحد ايه؟ ان واحد بس. لكن الترمات اللي جوه السميشن هي دبليو ان اس كان. سيميلرلي هنا انا عارف ان اكس 2 اتعمل لها زيرو بادنج في الاخر، فالاليمنتس النون زيرو هي ان 2 ناقص 1، لكن اللي جوه هو هو هيتضرب في دبليو ان اس كان. معايا؟ تمام، شكرا لك. أي أسئلة أخرى يا شباب؟ تمام. طيب فالسمشن الأولاني هو الـ N point DFT بتاع الـ sequence X1، بس X1 هنا اتعمل له zero padding بـ N ناقص N واحد zeros. والـ second summation هو الـ N point DFT بتاع X2، بس معمول لها zero padding بـ إيه؟ بـ N ناقص N2. كويس. فهنا اللينياريتي عشان نقدر نطبقها لازم نميك شور ان هو نفس الاطوال، فمحتاجين نعمل زيرو بادنج. طيب البروبرتي اللي بعد كده اللي هي السيركلر فولدنج، انا عارف احنا وقتنا قرب يخلص، معلش ايه نحاول نبدا فيها، ممكن نكملها المره الجايه. ايه الفولدنج دوت؟ اللي هو التايم ريفرسال. الفولدنج اللي هو التايم ريفرسال، عشان نفهم المشكله في موضوع البروبرتيز بوجه عام خليني اريكول الرسمه ديت. وخلينا نعمل حاجه، لو انا عايز اعمل ميرور لاكس اوف ان، يعني ادي اكس اوف ان اهي، وانا قررت ان انا عايز اعمل اكس اوف ناقص ان، المفروض اعمل ايه في اكس اوف ناقص ان ديت؟ اعمل ميرور حوالين الواي اكسس، صح كده؟ يعني المفروض السامبلز اللي من 1 لحد 7 اشيلهم واوديهم هنا، يبقى طلعتهم بره الويندو والمعادله بتاعت الدي اف تي ما بقتش شايفاهم، يبقى انا خسرتهم. والمفروض السامبلز اللي شمال الصفر اجيبهم مكانهم، بس انا السامبلز شمال الصفر ما اعرفهاش، انا كل المعلومه اللي عندي هي اللي من صفر ان ناقص واحد، هم شويه السامبلز دول اللي انا عارفهم. عشان كده ما اقدرش اطبق السيركلر فولدنج على اكس اوف ان زي ما هي. تمام، دي كده اول معلومه. يبقى اذا الاوبريشن اللي اسمها ان زد اوف ان بتساوي اكس اوف ناقص ان، اكس اوف ناقص ان اللي هي تايم ريفرسال از نوت ديفايند when x of n is unavailable outside a range من صفر ل n ناقص 1، which is the case في حاله ال DFT. في حاله ال DFT انا ما اعرفش السامبلز اللي بره الويندو، انا بس ببص على السامبلز اللي جوه الويندو، فبالتالي ما اقدرش اعمل تايم ريفرسال لان انا في unavailable سامبلز ما اعرفهاش، محتاج احطها مكان السامبلز اللي هنا، والسامبلز دول هضيعهم بره الويندو مش هشوفهم تاني. كويس. الى جانب ان معادلات ال DFT السميشن بتاعت ال DFT مش شايفه السيكونس ده اصلا، امال شايفه ايه؟ شايفه اكس تلدا. يعني معادلات ال DFT شايفه اكس تلدا، فبالتالي it makes more sense ان لو انا عايز اعمل ميرور هعمل ميرور لمين؟ لاكس تلدا. طيب انا لو عايز اعمل سيركل عايز اعمل فولدنج هيبقى اسمها اكس تلدا اوف ناقص ان. يبقى اذا اول طريقه عشان اعمل الفولدنج بتاعي صح لازم اعمل اكس تلدا اوف ناقص ان. يبقى اذا هعمل محور كده واقول هرسم اكس تلدا اوف ناقص ان. فا if you do this هتلاقي الشكل بقى عامل كده.
طيب خلينا نشوف كده. يبقى أول حاجة السامبل اللي عند الصفر هتقعد زي ما هي، بعد كده السامبل اللي عند الواحد هتيجي هنا، والسامبل اللي عند اتنين تيجي هنا، بتلاقي السيكونس مكمل كده عادي. طيب والسامبل اللي عند الناقص واحد تيجي عند الواحد، اسمها ايه اللي عند الناقص واحد؟ اكس اوف 7. والسامبل اللي عند الناقص اتنين تيجي عند الاتنين، دي اللي هي اكس اوف 6. والسامبل اللي عند ناقص تلاتة تيجي عند التلاتة، اللي هي اكس اوف 5. ولو كملنا هتلاقي ان الاكس اوف 1 جت هنا، وتلاقي السيكونس بقى عامل كده. طيب بعد كده we need to extract one cycle بس من السيجنال. ال one cycle دي اللي هي موجودة من فين لفين؟ من صفر لحد n ناقص واحد، يعني من صفر لحد سبعة. يبقى ال one cycle اللي أنا هبص عليها هي دي. يبقى إذن عشان أطبق الفولدنج صح لازم أطبقه على إكس تلدة. ونتيجة الفولدنج إيه اللي حصل؟ إن أول سامبل فضلت زي ما هي، وبقية السامبلز اتكتبوا بالعكس، إكس 7 6 5 4 3 2 إكس 1. كويس. يبقى إذن باستخدام الـ inherent periodicity اللي في الـ DFT we can define الاوبريشن اللي هي اسمها اكس اوف ناقص ان ديت ان ماثيماتيكالي كونسيستنت واي للمعادلات، يعني باستخدام الاكس تيلد اللي هي البريودك اكستنشن اوف اكس اوف ان. فده اللي حصل هنا، ادي كانت اكس اوف ان، جبنا اكس تيلد اللي هي بتتكرر كده، وكده عملنا اكس تيلد اوف ناقص اللي هي اتعكس اول سامبل زي ما هي، وبقيه السامبلز اتكتبوا بالعكس. وبعد كده هن extract one cycle بس منها. كويس. ده equivalent الحاجتين. أول حاجة احنا كنا كتبنا من شوية إن x tilde of ناقص n بتساوي كام؟ حد فاكر؟ يعني بتساوي x of ناقص n modulo n. لما اتكلمنا على المودولو operation. ف we can equivalently بدل ما نرسم السيجنال بتتكرر كده we can do it on a circle. ازاي؟ خلينا نشوف. برضو انا هريكول الرسمه اللي عملناها قبل كده اللي هي ديت. فاذا كانت الدايره اللي بالاحمر ديت هي x of n، فال x tilde of ناقص n او x of ناقص n modulo n لو هنكتبها نكتبها ازاي يا شباب؟ خلينا نعملها بالازرق كده. فاول حاجه السامبل اللي عند الصفر تقعد زي ما هي، صح؟ يعني المفروض كده اهو بعد ما عملنا الفولدنج x of 0 هي عند الصفر. طب عند الواحد جات لنا مين؟ جات لنا x of 7. طب وعند اللحظه 2 جات x of 6، وهنا x of 5، والسامبلز تبقى تتكتب بالعكس. كويس. يبقى اذا الفولدنج اللي عملناه على اللينير تايم اكسس هنا اللي هو ريزلتد ان اول سامبل زي ما هي وبقيه السامبلز اتكتبوا بالعكس، equivalent ان اجي على الدايره بتاعتي واكتب السامبلز بالعكس. يعني بدل ما بكتب اكس 0 اكس 1 اكس 2 لا هكتبهم كده اكس 0 اكس 1 اكس 2 واقراهم بالعكس، اقراهم التايم بي ادفانس كده. وده equivalent للموديولو operation، ده كأنك عملت x of ناقص n موديولو n. Let's try it. يعني
عند n بواحد، يبقى انا عايز اكس اوف كام يا شباب؟ ناقص واحد مديله 8. حد بقى يقول لي بكام ناقص واحد مديله 8؟ ناقص واحد بتساوي ناقص واحد في 8 زائد 7، يبقى دي اكس اوف 7. فعلا اكس اوف 7 يعني. لو حطيت n ب2 يبقى اكس اوف ناقص 2 وديوله 8 هتطلع اكس اوف 6. لو حسبتها بنفس الطريقة هتلاقي فعلا هي اكس اوف 6. يبقى اذا الكونكلوجن اللي عايز نوصل له ان عشان اعمل اي بروبرتي، اللي اول واحدة فيهم شفناها، اللي تاني واحدة فيها اللي هي الفولدنج، I can do الx تلدة واعمل ميرور الx تلدة، which is equivalent ان ارسم السيجنال على دايرة، والفولدنج او الميرور ان انا هعمل لهم ميرور، هكتبهم بالعكس يعني، هعكسهم فاكتبهم بالعكس كده، which is equivalent ان انا اكتب الاx of ناقص n موديولو 8. فدول الثلاث طرق equivalent لبعض. وكده احنا ازاي شفنا ازاي ممكن نعمل circular folding لل periodic sequence ده. هل ال discussion دي واضحة ولا فيها مشكلة؟ تمام. ممتاز. طيب let me stop at this point ونكمل بإذن ربنا المحاضرة الجاية. حد عنده أي أسئلة يا جماعة؟